الحاجات الحلوه يا مساء الدلع. داخل يا جدعان من باب الشقه لقيت البوكس العظمه ده مستنيني، فقلت لازم افتحه معاكم. جاي لنا من ايمان العجمي. يا ايمان شكرا ليكي من قبل ما اعرف ايه اللي جوه ده، بس برضو لازم ايه نقلع ونشوف الكلام ده فيه ايه. الى هوبا، جاهزين 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 في قطن. اوبا، انا شايف كلام كبير هنا مستخبي مظبوط. استنى بس كده، اوبا ولع الدنيا. ده المفروض ان بيتعلق عليها حاجات لبس وكده. بس سيبك من الكلام ده، جامد مظابيط، جامده جامده جامده. تسلم ايدك. لا 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 لا، اوبا تصدقي والله كنت لسه اشتري واحد. جامد، تسلم ايدك، جه في وقته الصح الصح. ده لسه في حاجات مستخبيه جوه ده البوكس اللي ما بيخلصش. انا عارف ان هيبقى فيه تقل اهو. قفشته 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 قفشته. تفتكروا زي بعض؟ ايوه كده الاتنين بتوعي. يا ترى حسن جاله ايه؟ تسلم ايدك يا رايقه.